بسم الله الرحمن الرحيم. دائما ما تصحيح سلسلة تمارين درس توازن جسم صلب قابل للدوران حول محور ثابت. الآن مع التمرين 5 من السلسلة المتعددة كتقول: يمثل الشكل جانبه كرة متجانسة في توازن كتلتها M تساوي 0.2 كيلوغرام. هي 0.2 كيلوغرام. نعطيكم هنا الشكل، عندنا من النقطة أو هذه النقطة أو ألفا كتساوي 45 درجة مزي. وشعاعها R يساوي 2 سنتيم، إذا R كيساوي 2 سنتيم. مشدودة بواسطة خيط كتلته مهملة وطوله L كيساوي 48 سنتيم. L كتساوي 48 سنتيم إلى حامل O وخاضع لقوة أفقية F. أولا أجرد القوى المطبقة على الكرة واحسب شدة كل منهما منها. نعطي G كتساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. أولا جرد القوى. من تخضع الكرة لي، إذن أول حاجة كنا كنفكر فيها هي P وزنها. من بعد كنشوف واش عندها شي محور دوران كدور عليه هي الكره، واش كيمر لنا شي محور دوران ما كاينش. كاين هنا هذا الخيط، هذا شنو دابا هذا الخيط هنا نقولو اف ولا تي، سميه تي. تاتي هذا الخيط وكاين هذه القوه اف اللي ذكروها هنا هما، القوه اف سميها. كاين ثلاثة القوى، عطاكم حسب شدتكم منها. نقدرو نحسب بالنسبة للتي الوزن، التي نقدرو نحسبوه إذا حساب شدة القوى. إذا لدينا تي كتساوي ام في الجهة اللي معندهاش فيها المشكلة، عندها العلاقة ديالها. إذا 0.2 كتجينا هي 2 نيوتن. غنبقى نبدا باش نحسبو تي و اف، ولا خصنا نمرو الدراسة ديال التوازن ديال الكرة يا اما بالخط المضلعي يا اما بمجموع العزل. اذا نبداو ندرسو الكرة، غندرسو الكرة ندرسو التوازن ديالها بالخط المضلع، لان الكرة بوحدها ماشي هي اللي قابلة للدوران. المجموعة اللي مكونة من الخيط والكرة هي قابلة للدوران. غادي نبداو دراسة توازن الكرة. عند التوازن، إذا الشرط الأول في التوازن شنو كيقول لك؟ كيقول لك بأن F زائد T زائد P يساوينا M يساوينا المتجاوب من العديم. مزيان. الآن باش نبدلو الخط المضلعي، يا إما نكونو عارفين الشدة ديال قوة T وكنغلقو بالثالثة، يا إما نكون عارف الشدة ديال وحدة وخطي التأثير ديال جوج القوى. عارف الاتجاه ديال خطي التأثير ديال جوج قوى، كنعرف رسم خطي التأثير ديال القوتين. دابا بالنسبة لعند خط التأثير ديال القوة اف ولا القوة تي، نقدر نرسمو ولا مقدرش؟ نقدر، لأن عارف هاد القوة تي مرسومة على واحد مستقيم مايل بشحال؟ 45 درجة بالنسبة للمستقيم المستوى الرأسي. إذا إلا خدينا هذا الرأسي هذا وخديتي هنا درتي زاوية 45 درجة هكا، إلا خديتي هنا زاوية 45 درجة فوق هذا المستقيم هذا غترسم تي. تمام، نجي لهنا وغناخد هاد النقطة هادي ونرسم تي. تي هي جوج نيوتن، إذا غادي ناخد أنا مثلا واحد سنتيم كيمثل واحد سنتيم كيمثل مثلا واحد نيوتن. إذا غنرسم من هنا واحد المتجه هاد تي، الطول ديالها غيكون جوج سنتيم. صادو هي، إذا هي هادي. إذا أفقيا هاد المتجه تي كاين متجه واحد اخر تي مرسومه فوق هذا، وكاين متجه اف مرسومه فوق الافقي. ده الافقي هو اللي متعامل مع هاك. اذا هذا خط تاثير القوه اف وهذا خط تاثير القوه تي. اذا الى جيتي لهنا غترسم هذا من هنا اف فيك هنا كتبدا من هذا وتمشي نحو اليمين. اذا غادي نرسم الاصل ديالها نديرو هنا والطرف ديالها نديرو هنا،
الاصل كيجي مع الطرف، الراس كيجي مع الاصل ديال المتجه، بحال كنديرو قطار، هذا الشيء شفناه في الدرس السابق. اذا الان المتجه اف ولا المتجه تي، الاصل ديالها غيكون هنا والطرف ديالها غيكون هنا، باش تغلط الخط المضلع. هذه المتجهه تي، هذه المتجهه اف. ارسم الخط المضلع قرب بكل سهوله، نقيسو الطول ديال هذه المتجهه هذه. الطريقه الاولى، اذا كنت رسمنا بسلم، هذا السلم سلم 1 سنتيم كيساوي 1 نيوتن. إذا لعبت أنا عبرت هنا في اف وعبرت شحال عندي من سنتيم، نقدر نعرف شحال كانت اف شحال فيها من نيوتن. وأيضا تي نعبرها بمسطرة شحال، وكل سنتيم نضربو في واحد باش كنشوف شحال فيها من نيوتن. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، إذا كنتي عندك مثلث هنا قائم الزاوية، كان خط مضلع عبارة عن مثلث قائم الزاوية، تقدر تخدم بالعلاقة ديال السينوس والكوسينوس والطونجونت على حسب اللي باغي تحدد. مثلا اف، اف هي مقابل الزاوية اللي معروفة عندي، هي مقابل ديال 45. إذا عندي هاد الزاوية هادي عن معروف المحالي ديالها، وبغي نحسب المقابل، العلاقة اللي فيها المقابل والمحالي هي الطونجونت. إذا خدنا الطونجونت ألفا اش كيساوي؟ كيساوي المقابل اللي هو اف على المحالي اللي هو بي. إذا من هنا كيبان بأن اف غتجي، اف غتجينا هي بي في الطونجونت ألفا، إذا غتجينا هي جوج في الطونجونت ديال 45. إذا بي اف غتجينا جوج نيوتن، لأن طونجونت 45 هو واحد. بنفس الطريقة بغيتي تحسب التي، إذا بغيتي تحسب الوتر، هذا بغيتي تحسب التي، وعندك المحالي الزاوية، شكون العلاقة اللي كتجمع فيها الوتر مع المحالي هي الكوسينوس. إذا هو لدينا الكوسينوس ديال 45 ديال ألفا، الزاوية هذه هي ألفا، الكوسينوس ديال ألفا هو المحالي على الوتر. إذا التي غتساوي لنا هي بي على كوسينوس الفا، طلعت تي فوق وهبط كوسينوس تحت. إذا بي هي جوج نيوتن على كوسينوس ديال 45. إذا تحسبو الآلة الحاسبة تلقاو بأن تي كتساوي لنا 2.8 نيوتن. إذا كتستكن جوج طرق، ممكن بالمسطرة تعبر ومباشرة تضرب في السلم اللي عندك، أو لا تخدم إذا كان عندك مثلث قائم الزاوية، تخدم بالعلاقة ديال السينوس والكوسينوس والطونجون. السؤال الثاني، قالك احسب عزم القوى المطبقة على المجموعة S بالنسبة للمحور دلتا. ده مجموعة S يعني الخيط و الكرة. ثانيا، حساب جوج واحد، حساب عزم القوى مطبقة من مطبقة على اس. إذا المجموعة المدروسة الآن شكون هي؟ هي الخيط، المجموعة اس هي الخيط والكرة. أول حاجة نجمعو القوى، تخضع المجموعة اس لي. إذا أول حاجة بي وزنها، ما عندهاش فيها مشكل. عندنا اف باقية اف، ولكن القوة تي الآن، القوة تي مبقاتش قوة، هي قوة داخلية ماشي قوة مطبقة على المجموعة كلها. إذا هادي مبقاتش، هادي فاش كانت الكرة هي المجموعة المدروسة كانت هاد القوة تي هنا خاضعة، ولكن الآن دابا المجموعة المدروسة عندنا هي هاد الجزء هذا هنا، هذا مع هاد. قبل الوزن تي هضرنا عليه، كان اف كان هنا تأثير في هاد النقطة هادي، غنسميوه اف تأثير محور الدوران، اف تأثير محور الدوران. دا الآن نبداو بالعزم، دا الآن العزم ديال القوى اللي عندنا، هنا هنا بي، هاهو. إذا الآن العزم اللي ساهل نحسبو هو ديال اف. إذا الآن كتكون هنا نقطة تأثيرية بسيطة كيتقاطع مع محور الدوران. إذا حساب العزم، نبداو بعزم القوة الأولى R كيساوي صفر. علاش؟ لأن قلنا خط التأثير ديالها يقطع محور الدوران. غادي نمشيو لعند القوى الثانية. وبالنسبة للعزم هضرنا بأن أمر بسيط، جوج حوايج تركز فيهم، هو الإشارة ديال العزم واش موجب ولا سالب،
وثاني حاجه هو تعرف تحدد المسافه بين خط تاثير القوه ومحور الدوران. دابا نشوفوا المنحى الموجب اللي عطاونا هنايا. دابا عطاوناش المنحى الموجب، اختاروا حنا مثلا هو هذا المنحى الموجب. مزيان، دا العزم ديال الوزن تي شحال يساوي لنا؟ ديالنا جالس هنا مجموعة في لا دور منحة، منحة الموجب دا تكون هي تي المسافة دي. شنو هي المسافة دي؟ هي مسافة خط تأثير القوة، إلا خديت خط تأثير القوة هو هذا، وضفت إسقاط محور الدوران إسقاط العمودي عليه، هذه هي المسافة دي. هذه هي المسافة دي. إذا هاد المسافة دي اش كتمثل؟ هي المقابل، إذا خديتو هنايا شوف مدد هذا، إذا في هاد المثلث هذا، هاد المسافة دي كتمثل المقابل هاد الزاوية اللي هي ألفا، هاد الزاوية اللي هنا راه هي اللي هنا، إذا دي هي المقابل الزاوية ألفا، إذا دي، ومن خلال الشكل، لدينا شنو عندنا؟ السينوس ديال ألفا، اش كيساوي؟ المقابل اللي خلت هو هاد المسافة دي اللي كنبحث عليها، على الوتر، الوتر هو من هنا لهنا هذا الطول ديال الخيط، ومن هنا لهنا هو الشعاع ديال الكرة، إذا هي ال زائد ار، غادي ننتبهو لها، لأن كاين كياخد غير الشعاع، غير الخيط، لا، خصني أنا المسافة حتى للمركز، إذا المسافة من هنا حتى للمركز هي طول الخيط، لأن الخيط وصل لهاد المحيط الكرة، ومن المحيط الكرة لعند المركز ديالنا كاين الشعاع، إذا هي ال زائد ار. الآن الأمور بسيطة، إذا د هي ال زائد ار سينوس ديال ألفا، ومنه نعوضو في هاد العلاقة هادي، العزم ديال بي غيساوي لنا ال زائد ار سينوس ديال الزاوية ألفا في بي في د هي. إذا بي هي جوج نيوتن، حنا حسبناها قبيلة، جوج ال هي 48 و ار هي 2 سنتيم، إذا هي 48 زائد 2 في 10 ناقص 2 في السينوس ديال الزاوية ألفا هي شحال؟ 45 درجة، السينوس ديال 45، هذا الشيء يعطيك بأن العزم ديال الوزن تي غيساوي لنا وحدة ديالو قلنا هي نيوتن في المتر، العزم ديال الوزن تي هو 0.7 نيوتن. بالنسبة للتطبيقات العددية يمكن لكم تحققوا منها نتوما راسكم. الآن قلنا العزم ديال القوى اف نفس الطريقة، عزم القوى اف نفس الطريقة، ها القوى اف إذا جريت هنا الكرة غدور في المنحى الموجب ولا المنحى السالب؟ غدور في المنحى السالب. إلا أنا مالتش هنا، تخيل تا الكرة كاينة هنا ولا كاينة في شي بلاصة هنا وجريتي في هاد الإتجاه، أش غدير؟ غدور في المنحى في المنحى الموجب، إذا غتكون زائد الشدة القوى اللي كنحسب في المسافة بينها وبين خط تأثير ديالها ومحور الضوء، إذا خط التأثير هو هذا، خط التأثير القوة هو هذا، أول حاجة ارسم خط التأثير القوة، ومن بعد سير عند محور الضوء ديال الإسقاط العمودي على داك خط التأثير، إذا هذه هي المسافة دي بريم كنبحثو عليها، دي بخي، إذا هنا ولا لاحظتوا في هذا المثلث هذا، في هذا المثلث، هذا دي بريم كيمثل هو المحايد الزاوية ألفا، إذا ومن خلال الشكل لدينا دي تخيم شكل تساوي ولا محسبو بدا دي تخيم قلنا هي المحايد، إذا غادي ندوزو للكوسينوس، الكوسينوس ديال ألفا شنو غيساوي؟ غيساوي المحايد اللي هو دي تخيم على الوتر اللي قلنا الوتر هو من أو حتى لهنا زائد الشعاع، إذا أن زائد أ، إذا دي تخيم غتساوي لنا أن زائد أ في الكوسينوس ألفا، ومنه العزم بالقوة F يساوي لنا F شدة القوة F، سبقنا حسبناها، القوة F حسبناها بأنها هي جوج نيوتن، يعني هي جوج، ف دي بخيم هي هذه، إذا L زائد R هي 48 زائد 2 قلت بالسنتيم عندنا في 10 ناقص 2 في الكوسينوس ديال 45. تعطينا نفس النتيجة تقريبا، هي 0.7 نيوتن في المتر. السؤال الموالي قالك تحقق أن المجموعة الجبرية لهزوم القوى المطبقة على المجموعة S منعدم،
حساب مجموع العزم. إذا العزم ديال بي زائد العزم ديال اف زائد العزم ديال ا كيساوي، نعطيو هنا وندير المجموع ديالي كيساوي، إذا العزم ديال بي هو 0.7. تقدر غادي تدور الجسم من ح السالب هنا، العزم ديال اف هو ناقص 0.7، العزم ديال ار العزم ديال بي هو 0.7، العزم اف هو ناقص 0.7، العزم ار هو 0، هادشي كله كيساوي 0، وبالتالي مجموع العزوم كيساوي 0، وهذا كيقول بأن المجموعة في حالة التوازن، هذا الشرط ديال التوازن محقق.